كرة تنموية متصاعدة على الشريط الحدودي بسوق قهراس مست تقريبا كل البنى التحتية. بالنسبة لهذا الطوع هذا راه فك عزلة كبيرة على هذه المنطقة، هذا يعتبر مكسب. فهي ما يخص كما يقولوا هذه تاع الجسور وفك العزلة، وفيما يخص لي بيس يعني الحمد لله. فتح المسالك وتعبيد الطرق يأخذ منحا تصاعديا حتى وتيرة الإنجاز كذلك. كان يقرأ في الخضارة، في الخضارة يمشوا بصعوبة ويجوا بصعوبة، وخاصة تنقل الجو بارد. درك الحمد لله يشكره. الحمد لله الحلم راه تحقق، جتنا بعض المشاريع، كنا في وضعية وأصبحنا في وضعية أخرى، نسبة الطموحات تصاعدت، حتى الأولاد أصبحوا ينخرطوا في النوادي الرياضية بشكل أكبر. ثانوية في كل بلدية مع مضاعفة كل الهياكل المدرسية والمرافق الشبانية، حتى أزمة العطش عرفت طريقها للحل. تم توصيل المياه لبلدية الحديدة والخضارة وكذلك ولاد مومن من خلال تجميع المياه وحشد مياه الأمطار لمياه الآبار العميقة للحوض بير لوحيشي. فيه مجهود كبير بذلته الدولة في إنجاز مشاريع موجهة لفائدة الشباب، من ملاعب رياضية جوارية، ملاعب كرة القدم، وخاصة هذه في خمسة بلديات حدودية. يصعب حصر الأمر في لغة الأرقام، استقرار اجتماعي ونماء اقتصادي وغد واعد هي ملامح البلديات الحدودية لسوق قهراس.